كان بيدل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. الحمد لله، الحمد لله الذي فلق النوى والحب، الحمد لله، الحمد لله الذي فلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأمرض وداوى وأمرض وداوى وشفى وطب. سبحانه أنشأ الحيوان بقدرته فدب، وبناه فأحسن تدبيره حين رب، فالعجب لمربوب يجحد الرب. سبحانه عم إنعامه، سبحانه عم إنعامه، فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب. يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا خير من أعطى، يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا خير من أعطى فإذا أعطى عم. يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا خير من أعطى فإذا أعطى عم. وأشهد أن لا إله إلا الله اجتمع بها مراد التوحيد في القلب واستتب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المسمى الأمين صغيرا وما شب، والذي قهر الأعداء فألبسهم الزنار والقب، والمجيب عنه لكل من عاب وسب. تبت يدا أبي لهب وتب. صلى الله عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بن عمه بحر العلوم وأسد الثرى، وعلى رجال قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي في الله، الله الله في القرآن، كلام الله جل وعلا الذي أعلاه مثمر وأسفله مغدق ويعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. اليوم في لا تحزن جلسة قرآنية نتدبر فيها آيات الله جل وعلا، معنا القارئ والدعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمود محسب الذي يقرأ القرآن بالعشر قراءات وذلك فضل الله. مرحبا، أهلا بحضرتك يا مولانا. ومعنا فضيلة الدعية الشيخ محمد صبرة من أفضل الدعاء، ربنا يبارك فيه ويحفظك. كيف حالك سيدنا؟ شرف لنا الجلوس مع حضرتك والله. ربنا يبارك فيك وإياكم يا رب. طبعا يا جماعة، ما أجمل القرآن، وأنا النهاردة بس جاي عشان أسمع وأتعلم، فربنا يبارك فيكم. أول طبعا أجمل ما نستهل به نسمع الشيخ محمود إن هذا القرآن بقراءة خلف عن حمزة. فضل الشيخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. لا فضل الله فيك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يحرسك ويحفظك. فضيلة الشيخ محمد، ما أجمل أن يلقون القرآن شفاء. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال، الحمد لله الذي توحد بالكمال، فلا ند له ولا شبيه له لا في الصفات ولا في الأفعال، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أحباب النبي محمد، كلما سمعتم اسم النبي فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. القرآن شفاء من كل داء. نعم. ولم لا؟ وقال ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن رحمة الله عز وجل أنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويحضرني ذلك الموقف من واقع نعيشه. أم كانت عندها ابنة عندها مرض خبيث أو ورم خبيث، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يدع لنا مريضا إلا شفاه. آمين آمين آمين. هذه المرأة ذهبت بابنتها إلى الطبيب الفلاني، حينما كشف على بنتها قال لابد أن يجرى لها فحوصات تحاليل أشاعات في أقرب وقت ممكن. فذهبت المرأة بابنتها إلى المكان المعين التي لابد أن تجري هذه الأشياء فيها، ثم فعلت التحاليل والفحوصات ثم رجعت إلى الطبيب. فسبحان الله العظيم، حينما تعلم هذه المرأة أن القرآن شفاء من كل داء، فوضعت المرأة يديها على رأس بنتها وقرأت سورة البقرة فشفيت البنت بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. سبحان الله. فذهبت إلى الطبيب، فحينما راجع الفحوصات والأشاعات لم يجد شيئا. تعجب الطبيب، لم يجد شيئا في ذلك الأمر. فقال لها إن الفحوصات ديت مش بتاعت بنتك. شيء عجيب، الفحوصات ما فيش فيها أي حاجة. فأخذها الطبيب ثم رجع إلى المكان. فقال لهم هذه التحاليل مش بتاعت البنت اللي جات لكم، يا إما أنتوا طلعتوا النتيجة غلط.
فأجروا فحوصات جديدة وإذ بالله عز وجل لأنه وحده هو الشافي وهو الذي يشفي. قال جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين. فتعجب الطبيب فقالت له ولما تتعجب؟ وقال نبي محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة قال النبي اقرأوا سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فكل داء دواؤه في القرآن. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله ألا يدع لنا مريضا إلا شفاء. هذا مصداق لقول الله جل وعلا كمان القرآن شفاء لما في الصدور. ولكن أردت أن نعلم يقينا أن الأخذ بالأسباب سنة. الأخذ بالأسباب سنة. أنا تعبت لازم أروح للدكتور وترك الأسباب معصية والاعتماد على السبب كفر بالله. عشان ما يجيش دلوقتي واحد يقول لك ايه برنامج لا تحزن جايب الشيخ محمد صبرة يقول لك ايه اقرأ سورة البقرة وما تروحش للدكتور. لا لا الشيخ مش قصده كده خالص. الشيخ قصده القرآن شفاء. نعم شفاء وهذا مصداق لقول جل وعلا. ولكن أمرنا الله أن نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. قال الله ثم أتبع سببا. الشيخ محمود تلاقي واحد عشان يقرأ أصلا حفصا عظيم بيجد ويتعب ويقول لك يعني ده أنا خلاص حفظت وختمت. أنت ما شاء الله كتب الله حفظت القرآن بالعشر قراءات الحمد لله بحول الله وقوتي الحمد لله. إزاي؟ الله كل يعني كل حاجة. أولا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أن أنت تكون صادق مع ربنا في كل حاجة. الله يصدق. نعم. يعني أنا وأنا صغير يعني تعبت ووالدي نفس الكلام. أنا وأنا مثلا قبل خمس سنوات كده ست سنوات كنت بروح نظام اللي هو الكتاتيب زمان. نعم. وبعد كده بدأت لحد ما ختمت القرآن بحفظ. بعد كده من حوالي سنتين كده يعني كنت بسمع القراءات كنت بسمع مثلا الشيخ ده بيقرا قراءه كذا يعني. نعم. مثلا والضحى كده. نعم. فقلت انا نفسي اتعلم الحاجه دي. استهويتك الموضوع؟ عجبني الموضوع قوي. ما كانش في دماغي. نعم. نهائي. نعم. فعجبني الموضوع. بعد كده بدات ابحث عن ان انا اقرا على ناس وكده. نعم. بفضل الله الحمد لله قرات على مشايخ كنت بسافر علشان. نعم. اقرا على المشايخ والحمد لله بفضل الله وصلت يعني حصلت على 16 اجازه في السند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في القراءات. نعم. والحمد لله يعني أبشر. الحمد لله أبشر. بسم الله ما شاء الله يا جماعة بجد. الشيخ محمود ده من أهل المنيا ومن قرية. عشان بس الموضوع ما يقولكش أصلا إحنا محتاج تفرغ علشان لا هي الموضوع زي ما هو قال كده محتاج إخلاص استعانة بالله صدق جامد جدا. إنك إن تصدق الله يصدق. أنت لو عندك نية فعلا ان انت تحفظ كلام الله يا جماعة والله في حفظ كلام الله وفي القرآن بركات يعني لا تنتهي لا تنتهي. شيخ محمد تحدثنا عن القرآن شفاء. وهل للقرآن فضلا في البيت؟ اي نعم. نعم القرآن له فضل كبير وعظيم في البيت. نعم. فنقول يا من تشتهي يا من تشتكي من الغم. نعم. ما الدواء؟ ويا من تشتكي من الغم ما الدواء؟ ويا من تشتكي من قلة الرزق. نعم. ما الدواء؟ الله. ويا من تشتكي من وجود المصائف في البيت. نعم. ما الدواء؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الله. واسمعوا إلى هذه الكلمات الجميلة. الله. إن البيت ليتسع على أهله. سيدنا أبو هريرة هيبدأ يوصف في بيت معين له الله. صفات معينة. نعم. هذا البيت يختلف عن غيره من البيوت. نعم. إيه صفات البيت اللي سيدنا أبو هريرة هيوصفه؟ نعم. إن البيت ليتسع على أهله. الله أكبر. في المال والكسب والرزق والأولاد. الله أكبر. وتهجره الشياطين. الله. البيت دوت الشياطين تفر منه وتهجر. نعم. منه. نعم. وتحضره الملائكة. الله. تلاقي دايما الملائكة محاطة في البيت وموجودة في البيت. نعم. ويكثر خيره. الله هو ده. وتكثر البركة في هذا البيت. نعم. صفات البيت دوت لمين؟ نعم. فقال أبو هريرة للبيت الذي يقرأ فيه القرآن. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم. عاوز البيت يتسع عليك وعلى أولادك اقرأ القرآن.
عاوز الملائكة تحيط ببيتك وتكون موجودة في البيت اقرأ القرآن. نعم. عاوز الشياطين تفر من البيت اقرأ القرآن. نعم. عاوز البركة والخير يكثر في البيت اقرأ القرآن. نعم. ثم يقول على العكس وإن البيت ليضيق على أهله. نعم. وتهجره الملائكة. نعم. وتأتيه الشياطين. العكس ونزنا. ويقل خيره وبركته. لمن يا أبا هريرة؟ قال البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. فسبحان الله، مجرد إنك تقرأ القرآن في بيتك، مجرد إنك تشغل القرآن في بيتك، وسبحان الله حينما تأتي الملائكة مشهد جميل. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تجد عليها خيمة من نور، تلاقي البيت في أعلى نور، فتتعجب ملائكة السماء يا رب لمن هذا النور، اشمعنا البيت دوت منور يا رب والبيت اللي جنبه مظلم يا رب. فيقول الله عز وجل في هذا البيت قارئ للقرآن. نعم. البيت دوت بيقرأ فيه القرآن، البيت دوت أهله بيشغلوا فيه القرآن، فالقرآن سعادة. نعم. ينجي من الهم ومن الغم ومن كل شيء. نسأل الله أن يسعد قلوبنا جميعا بالقرآن. معنا فضيلة الشيخ أحمد يونس الداعي الإسلامي. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام وبركاته، أخبارك أستاذنا؟ ربنا يبارك فيك يا سيدنا ويحفظك يا رب. إزيك الله خير يا دكتور؟ كيف حالك يا سيدنا؟ افتقدناك، كان المفروض تكون معانا والله عشان نتعلم من معاليك والله يا سيدنا. والله يا استاذنا دي انا تلميذ حضراتكم المبارك. ربنا يرزقك تواضع يا سيدنا. ربنا ماذا تقول في فضل القران يا شيخنا؟ ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر والله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ومن والاه. نعم صلى الله عليه وسلم. فالحديث الى جوار حضراتكم ضئيل جدا بقدر ما قدمتموه حضراتكم، فجزاكم الله عنا خيرا. ربنا يبارك في عمرك واخلاقك يا سيد. القران الكريم هو دستور السماء لهدايه اهل الارض. نعم. هذا الكتاب الذي فضله الله واخبر انه لا شك فيه. الله يقول الله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله اكبر. اجل هو احسن الحديث. نعم. هو احسن الحديث واطيبه. نعم. كما انه يهدي للتي هي اقوى. الله. كما تفضل الشيخ محمود وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فسمعنا. نعم. من كلام الله تبارك وتعالى على لسان فضيلة الشيخ محمود إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله. وروى البخاري عن عثمان رضي الله عنه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر. وبما أن القرآن هو المعجزة الخالدة فقد وعد الله تبارك وتعالى بحفظه لأنه هو الدستور الدائم الباقي. نعم. يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر. فمن أعظم الأعمال التي قد يتقرب بها العبد إلى ربه هو حفظه لكتاب الله تعالى والعمل به. فمن حفظ كتاب الله فهو من الذين اصطفاهم الله. يقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله. فمنهم ظالم لنفسه سلم يا رب. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. ما جزاؤهم يا رب؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله أكبر. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الله أكبر. فمن حمل كتاب الله وتدبره وعمل به فهو من الذين اصطفاهم الله. ربنا يجعلنا منهم. فيجب علينا ان نتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. كما ان حملة كتاب الله عند اجتماعهم في بيت من بيوت الله. نعم. تتنزل عليهم الملائكة كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. نعم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. أجل، يجب علينا أن نتدبر القرآن وأن نعمل به كما أمرنا الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب المعجز، واسمح لي يا دكتور فضل أن أقول بأن ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم سببه أننا ابتعدنا عن كتاب الله. والله ما هانت الأمة على الله إلا يوم أن ابتعدت عن كتاب الله. فوالله هذا المنهج فيه الحياة، فعلينا أن نعود إلى كتاب الله وأن نعمل به كما أمرنا الله تبارك وتعالى وكما أمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم. وختاما أقول، أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين كفائهم، فتطوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام. فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد، ربنا يحفظك. لا فضل الله فيك، جزاك الله خير يا حبيب قلبي. شيخ محمود تفضل يا دكتور. ربنا يبارك فيك يا رب. تقرا بروايتي بقى تاني ولا نقرا؟ ماشي. نعم تفضل. ايوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. لا فضل الله فيك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويكفيك شر العين. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ محمود. الله يكرمك يا مولاي. ما أجمل القرآن أن يمس القلوب، أن تسمع كلام الله جل وعلا بقلب. قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هي بس الموضوع كله. حضرتك بس أو حضرتك ربنا يبارك فيكم تسمع مش بأذنك، لا لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، يمس القلب فيستنير به القلب، ثم تستنير به الحياة، ثم يستنير به القبر، ثم تجيز به الصراط، ثم تحلق حلقة الجنة مع النبي بالقرآن. القرآن كلام الله جل وعلا. شيخ محمد، ما ثواب الحافظة بقى عشان ندي حاجة للشيخ الشيخ محمود؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ قراءتك وصوتك لجميع أهل الأرض. اللهم أمين. الله يكرمك فضيلة الشيخ. اللهم أمين. ما أجمل القلب إذا كان حافظا للقرآن، أو إذا كان قارئا للقرآن، أو إذا كان متعلما للقرآن، ولم لا؟ وقال النبي العدنان صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال فيما رواه البخاري من حديث أبي داود عن عثمان ابن عفان، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم، أي أفضلكم، أي أحسنكم عند الله عز وجل من يا رب؟ الذي سعى لجمع المال من حلال أو من حرام؟ أبدا لا. خيركم عند الله من يا رسول الله؟ الذي يتكبر على الناس بأي شيء أيا كان؟ لا والله. من يا رسول الله؟ خيركم عند الله الذي بلغ أشياء ليست عند الناس؟ لا والله. بل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. الله. أفضل الناس عند ربنا سبحانه وتعالى وأحسن الناس عند ربنا سبحانه وتعالى الذي تعلم القرآن ثم علمه للناس. الذي تعلم القرآن ثم علمه للأطفال. الذي حفظ القرآن ثم حفظه للأطفال. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. له ثواب عظيم. ده القارئ، مجرد القارئ الذي يقرأ القرآن، القارئ وليس الحافظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في الصحيح من حديث ابن مسعود، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا يا دكتور أسامة، لم يكن كلمة جزءا أو آية. ولم يكن ربعا ولا آية، ولم يكن صفحة ولم يكن آية ولم يكن كلمة، بل قال من قرأ حرفا من كتاب الله. يا ترى له يا رسول الله؟ قال فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تعالوا بنا دكتور مع هذه المعلومة، واسمحوا لي أفتح المصحف علشان نوضح للمشاهدين الكرام. احنا اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر. يعني اللي هيقرأ حرف من القرآن هياخد كم حسنة؟ عشر حسنات. تعالوا بنا ونتكلم عن أقل أجر القارئ القرآن. واحد فتح المصحف وقرأ سطرا من القرآن. أقل سطر من القرآن يتكون من 30 حرف. أقل سطر من القرآن. نضرب بقى 30 حرف في 10 حسنات. 300. يدونا كم حسنة؟ 300. 300 حسنة. ده أقل واحد في إيه؟ نعم، حرف بس، سطر واحد بس. في سطر يا قراب. نعم. طيب، الصفحة من القرآن تتكون من 15 سطر. تتكون من 15 سطر. نضرب 300 حسنة في 15 يطلع لينا 4500 حسنة. الله. مش أنا اللي بقول ده، أنا بشرح كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أفتح القرآن وأقرأ صفحة في دقيقة أو دقيقتين أخذ كم حسنة؟ 4500 حسنة.
يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول أن من العباد أو من الناس نسأل الله أن نكون جميعا والمشاهدين منهم ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لهم الأجر إلى 700 ضعف في 700 ضعف. إحنا اتفقنا قرأ صفحة ياخد 4500 حسنة، في من الناس ربنا هيزيد ذلك لهم إلى 700 ضعف. اضرب 4500 حسنة يطلع لينا 4500 حسنة في 700 يطلع لينا 3,150,000 حسنة. الله أكبر. أنت متخيل صفحة من القرآن، صفحة من القرآن يا شباب، صفحة من القرآن يا أخوات، صفحة من القرآن يا أمهات، من العباد كما قال خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة تكتب ليهم 3,150,000 حسنة. شوف حضرتك وشوف حضرتك ضيعت قد ايه من الوقت قدام المسلسلات الهند والتركي اللي طلع الايام ديت ليست لها اي فائدة واي قيمة. شوف حضرتك لما تفتح المصحف او تفتح المصحف وتقعد ربع ساعة تقرأ ونص ساعة تقرأ، عدد من الحسنات لا يعد ولا يحصى. نسأل الله ان نكون من هؤلاء. الله. الله. مثال طيب جدا جدا والله. نسأل الله الحمد. ربنا يبارك فيك. يجي واحد تاني يقول لك طب انا اصلا مش يعني بقرأ وبتتعتع في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال القرآن الماهر به، زي الشيخ محمود كده، والشيخ محمد طبعا أفضل مني هم الاثنين ربنا يبارك فيك. الناس بقى اللي ما شاء الله الحفظة والهم بيقرأوا مهرة، قال القرآن الماهر به مع السفر الكرام البررة. طب قال القرآن ويتتعتع فيه، يعني يجي يقول مثلا أفحسبتم أنما خلق، يعني صعب عليه جدا عشان يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، مشقة. قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه الله وهو عليه شاق فله أجران. شفت رحمة ربنا الله. شفت النفحات الله. ال- 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 ليه أجرين، أجر القراءة وأجر التعتع عشان فيه مشقة. طب واحد تاني ما بيعرفش يقرأ خالص، قال العلماء مجرد النظر، النظر في كتاب الله عبادة. صحيح. مجرد بس انت تمر عينك، والله لا اعرف ولا اعرف اناسا رأيتهم بأم عيني لا يقرؤون ولا يكتبون ويمسكون كلام الله جل وعلا واعينهم تصرف دمعا عشان مش عارفين يقرأوا الكلام، بس وناس شفتهم ما كانوش مصريين يعني خالص، بس ومش عارفوش يتكلموا له عربية، لكن اصعب حاجة يقولها بس هذا كلام الله، هذا كلام الله، بس عمال يحط بس يقولك هذا كلام الله، هذا كلام الله، ويبكي ويتأثر قلبه. يا جماعة القرآن بركة، والقرآن نعيم، نعيم نعيم انت مش متخيله. قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهل هناك أفضل من 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 الذكر من القرآن؟ القرآن يا جماعة استشعر بأن ربنا جل وعلا هو اللي بيخاطبك. القرآن استشعر ان ربنا جل وعلا هو اللي بيكلم حضرتك، هو اللي بيكلم حضرتك في دستور من قبلنا، ونبأ في نبأ من قبلنا، ودستورنا، وخبر من بعدنا. يا جماعة القرآن ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، تكلم عن كل شيء، فهو فيه الفلاح والنجاح. فأستحلفك بالله وأنت تسمعني، حط نية دلوقتي إن تتحفظ عليك القرآن، هيكونوا ليك نجاة وحجاب وحاجات كتيرة جدا هنقولها. لكن عايزين بقى نسمع قصيدة من الشيخ محمود. تقول قصيدة عن ايه؟ عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللي احنا مقصرين فيه قوي. صلى الله عليه وسلم. تفضل محمود. عذرا رسول الله ان قصرت في وصف، فان جمالكم لن يوصفا. صلى الله عليه وسلم. عذرا حبيب الله، صلى الله عليه وسلم. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نور
قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو جد العباقر كلهم في جميع أوصاف لكم لن يعرفا والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه لقياه في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله عدد حبات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضحى عليه النهار. اللهم صل عليه صلاة تشرح بها صدورنا وتجعلنا من حفظة كتاب الله وأن تحفظنا بها وأن تدفع بها الضر والهم والغم عنا وعن بيوتنا وعن أولادنا وأن تقضي بها ديننا يا من تقول للشيء كن فيكون. احنا هنتكلم عن بشرة لحفظة القرآن مع الشيخ محمد صبرة ولكن هنطلع فاصل ولكن انا عايزك بس تركز في الفاصل دوت قد ايه القرآن سبب في الهداية، قد ايه القرآن سبب في الخير، قد ايه القرآن سبب في كل اشياء حتى الرزق حتى النعيم في الدنيا وفي الآخرة هو كلام الله جل وعلا. يا جماعة البشرة ديت هنقولها بعد الفاصل لكل من حفظ القرآن وهنتكلم ازاي تحفظ القرآن بقى. الموضوع محتاج مش مشقة ولا حاجة. هنروح الفاصل ونرجع تاني. استودعكم الله الذي لا تضيع. وكذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة وكذلك ابن شهين في الإشارات في علم العبارات عن خلف ابن هشام البزار قال يقول ابن سليم ابن عيسى دخلت على حمزة ابن حبيب الزيات فوجدته يمرغ وجهه في الأرض ويبكي فقلت أعيذك بالله فقال يا هذا بما تستعيذ وبمن لقد رأيت البارحة وكأن القيامة قد قامت ونودي على قراء القرآن فإذا صوت يقول لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن سلم يا رب سلم. أسأل الله أن نكون ممن يحفظون القرآن ويعملون به. لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن يقول فتراجعت القهقرة. قهقرة يا جماعة يعني الرجوع دون أن يلتفت. فيقول فراجعت القهقرة فسمعت مناديا يقول أين حمزة بن حبيب الزيات فقلت لبيك داعي الله فضمرني ملك وقال قل لبيك الله
فقلت لبيك الله لبيك اللهم لبيك، فأدخلني في دار فإذا بها القراء يقرؤون القرآن كدوي النحل. انت متخيلين يا جماعة؟ انت فاهم الإشارة ايه؟ لما قال لبيك داعي الله قال قل لبيك اللهم لبيك، اذا النداء من مين؟ من الله. يا جماعة بص بركة القرآن. فإذا دخلت على دار بها القراء يقرؤون كدوي النحل، فإذا بي يرتعد فرائسي، فإذا بصوت يقول لي هون على نفسك ورقة واقرأ، هون على نفسك ورقة واقرأ يقول. فاستدرت فإذا بمنبر من در أبيض ضفتيه من لؤلؤ أصفر، ومرقاته يعني السلالم من زبرجد أخضر، يقول لي الصوت الذي أسمعه اقرأ سورة الأنعام. فقرأت سورة الأنعام حتى بلغت الآية 60، حتى إذا وصلت إلى قول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، فقال يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قال بلى يا ربي. من المتكلم؟ إنه الله. يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قال نعم بلى يا ربي. فقال أكمل. يقول فأكملت حتى انتهيت من الأنعام، فقال أكمل. فقرأت الأعراف حتى إذا وصلت إلى منتهاها، وفي في نهاية الأعراف سجدة، فجئت لأسجد فقال لي قم ولا تسجد. خلاص بقى قم ولا تسجد، لأن يا جماعة في اليوم اللي ما فيش تكليف، خلاص قم ولا تسجد. قال فقمت وقال ادنوا مني ادنوا مني، ثم وضع يده في غالية. الغالية نوع من أنواع الطيب، فغمرني بهذا الطيب وقال من أقرأك هذا؟ من الذي علمك هذا هذه القراءة؟ قال سليمان اللي هو الأعمش، صح ولا يا شيخ محمود؟ الأعمش وسليمان. قال من؟ قال سليمان. قال ومن أقرأ سليمان؟ من الذي علم سليمان؟ قال يحيى. قال ومن الذي أقرأ يحيى؟ قال أبا عبد الرحمن السلمي. قال ومن أقرأ أبا عبد الرحمن السلمي؟ قال علي بن أبي طالب. قال علي ابن أبي طالب. قال ومن أقرأ عليا؟ قال رسول الله. قال ومن أقرأ رسول الله؟ قال جبريل. قال ومن أقرأ جبريل؟ يقول فسكت. مين يا جماعة اللي بعد جبريل؟ الله. يقول فسكت فإذا الله يقول له قل أنت، فسكت فقال الله قل أنت، فقال لا أجر ما أقدرش أقول أنت، فقال قل أنت، فقال أنت، فقال صدقت. ثم قال النفحات بقى فبحق القرآن فبحق القرآن يا حمزة أني لا أعذب لسانا تلا القرآن ولا قلبا وعاه ولا عينا نظرته ولو يعلم ما أحببت أحدا حبي لأهل القرآن فهم المصطفين الأخيار، فأبلغ أصحابك يا حمزة مدى حبي لأهل القرآن وماذا صنيعي لهم، مدى حبي لأهل القرآن وماذا صنيعي لهم. فالتفت إلى تلميذي وقال أما علمت ما الذي أبكاني وأتمرغ وجهي في الأرض؟ الله أقسى مع نفسه ألا يعذب لسانا تلا القرآن ولا قلبا وعاه ولا عينا نظرته. فأستحلفك بربك الآن كن مع القرآن وحيا به. طبعا الوقت قرب يخلص، هاخد حاجتين بس اتنين. شيخ محمد رسالة بقى بس في دقائق معدودة، في اقل من دقائق كمان للاغاني، الناس اللي بتحب الاغاني عن القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. إن قلبي يتقطع حينما أجد شبابا إذا سمع مشهدا كما نقول حزينا أو رومانسيا دمعت عين وتأثر قلبه. أما عن القرآن فيتجاهل ذلك، وحينما تتحدث معه يقول لك والله يا عم الشيخ أنا لما بسمع القرآن بحس إن العيشة معايا كويسة وجميلة. نقول كيف هذا وقال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الجواب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وبعض الشباب يقول لا أجد راحة القلب وانشراح القلب إلا حينما أسمع الأغاني. نقول كيف هذا وقال ربنا جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعض الشباب على عجالة يقول لك لو أنا تعبان أو مريض أو مهموم لما بسمع الأغاني برتاح. نقول كيف هذا وقال ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أخيرا بعض الشباب يقول أنا وقت فاضي فلما بسمع الأغاني بتسلى بالأغاني. نقول كيف تتسلى بهذه المعصية وقال ربنا جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أنا كنت عايز أسمع منك يا شيخ محمود قفلت ضبان القرآن لكن المخرج بيقول خلاص الوقت خلص. خير. أسأل الله يعني ربنا يبارك فيكم لأن فعلا يا جماعة وقت القرآن بجد بيعدي بسرعة. الله العظيم أسأل أن يخرجنا من الدنيا كفافا لا لنا ولا علينا وأن يدفع أيدي الظالمين عنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه محبكم في الله الفقير والعفو ربه أسامة أحمد ألقاكم بحول الله يقاتل في الحلقة القادمة قبل هذا الموعد بساعة واحدة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.